بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى غرامير. سنعرف الفقرة لو كومباراتيف و لو سوبرلاتيف اون فرونسي. إذا سنتكلم هنا عن أوجه المقارنة و ان كلان دوي، إذا في لمحة بصر كما نقول. إذا سنرى باختصار نظرة عن هاد أوجه المقارنة. إذا عندنا أولا ما يسمى كومباراتيف، كما نتكلم عن المقارن، ممكن أننا نتكلم هنا عن لزادجيكتيف، أننا نقارن لزادجيكتيف، نقارن الأوصاف، نقول بأن هذا الشخص مثلا أضعف من هذا إلى غير ذلك. في هذه الحالة نتكلم عن لسوبيريوريتي، كما نتكلم عن التفوق، التفوق في واحد الصفة، التفوق في واحد الحالة إلى غير ذلك، أو نتكلم عن لانفيريوريتي، كما نتكلم عن الدونية في هذه الميزة التي سنقارنها طبعا. سواء بالنسبة لنفس الشخص أو لأشخاص متعددون. إذا نتكلم عن لا سوبيريوريتي إلى الانفيريوريتي، إذا كنا نتكلم عن التفوق ثم الدونية أو السفلية في واحد المستوى معين في هذه الميزة. إذا ممكن نتحدث هنا طبعا عن ليزادجيكتيف، إذا نتكلم عن الأوصاف، بلو كو في حالة ليزادفيرب، بلو كو في حالة لا سوبيريوريتي، أو نقول موان كو في حالة الانفيريوريتي. في حالة مثلا ليزادفيرب، عندما نقارن ليزادفيرب كما نتكلم عن الظروف، عندما نصف أفعالا نستعمل بلو كو أو نستعمل موان كو. في حالة لينو، في حالة مقارنة الأسماء طبعا نستعمل بلو دو كو في حالة السوبيريوريتي، أو نقارنها ب موان دو كو في حالة الانفيريوريتي. ثم سنتحدث عن السوبيرلاتيف. إذن كما نتكلم عن التفوق النهائي أو الدونية النهائية، يعني أكثر واحد عنده تفوق مثلا في واحد الميزة، إذا نستعمل لا سوبيريوريتي، أو أقل شخص مثلا، مثلا كمثال عنده أقل حاجة في هاد الميزة. بنفس الطريقة سنتحدث عن ليزادجيكتيف ليزادفيرب لينو. إذا نستعمل طبعا في حالة ليزادجيكتيف نستعمل لو بلو دو، أو نستعمل لا بلو دو، أو نستعمل لي بلو دو. ثم في حالة ليزادفيرب نستعمل لو بلو، في حالة لينو نستعمل لو بلو دو. طبعا نتحدث هنا عن لا سوبيريوريتي. نأخذ أولا الكومباراتيف، لا كومباريزون بابورتي سور أن أدجيكتيف، أن أدفيرب، أن نون، أو أون بروبوزيسيون. إذا لا كومباريزون، نتحدث هنا عن المقارنة، تأتي من فعل كومباري، فعل قارنة. ومن كما نلاحظ الكومباراتيف كما نتكلم عن المقارن، لا كومباريزون بابورتي سور أن أدجيكتيف. إذا طبعا المقارنة ممكن أن تحمل على الأوصاف، أن أدفيرب كما نقول وصف الفعل، أو أن نون أو أون بروبوزيسيون. ممكن نتحدث عن اسم وممكن نقارن جملة أو عبارة. كومباراتيف دو سوبيريوريتي. إذا نتحدث أولا عن طريقة استعمال التفوق، طريقة استعمال التفوق، كيفية التعبير عن التفوق. طبعا لو كومباراتيف دو سوبيريوريتي سو فورم افيك بلو كو بور لي ادجيكتيف اي ادفيرب اي بلو دو كو بور لي نون. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن بلو كو تستعمل بالنسبة لي ادجيكتيف، نستعمل بلو كو بالنسبة لي ادجيكتيف، بالنسبة للأوصاف، اي ادفيرب ونستعمل أيضا بنفس الطريقة مع أوصاف الأفعال، أو كما نقول الظروف، اي بلو دو كو بور لي نون. نستعمل بلو دو ثم كو بالنسبة للأسماء. سنرى بعض الأمثلة طبعا. لا كومباريزون بو كاليفي دو بيرسون أو دو شوز. إذا طبعا هاد المقارنة ممكن أنها تميز بين شخصين أو بين شيئين. إذا لا كومباريزون بو كاليفي، طبعا كاليفي كما نقول أهل، أهل أن تؤهلها لتقول عنها بأن أكبر أو أقل. إذا كما نقول أن تحكم عليها بواحد الوصف معين، كاليفي. إذا هنا لا كومباريزون بو كاليفي، إذا هاد المقارنة ممكن أنها تؤهل دو بيرسون على شخصين، أو دو شوز أو على شيئين. نقول مثلا بيير إي بلي غران كو جوستين، إذا بيير هو أكثر كبارا،
هو أكبر بمعنى آخر من جستين. لا طابل سير بلو سوفون كلا شايز. إذا المائدة تستعمل أكثر غالبا، كما نقول أنها تصلح أكثر كلا شايز من الكرسي، نستعمل المائدة أكثر من الكرسي. لا طابل سير بلو سوفون، المائدة تستعمل أكثر غالبا كما نقول كلا شايز من الكرسي، استعمال الطاولة هو أكثر من الكرسي. On l'utilise également pour comparer deux caractéristiques et de نستعمله أيضا لمقارنة ميزتين. Pierre est plus gentil que drôle. إذا نستعمل هنا le comparatif de supériorité، نستعمله لمقارنة ميزتين لنفس الشخص. Pierre est plus gentil. إذا Pierre هو أكثر ظرافة que drôle. من الفكاهي، إذن هو أكثر ظرافة من الفكاهة التي طبعا يتصف بها، وظرافته أكثر من فكاهته. طبعا دغول أيضا ممكن تعني غريب، ممكن نقول بأن ظرافته أكثر من غرابته، من الأشياء التي يأتي بها غريبة. فإن كان يأتي بالأشياء غريبة فهو أكثر ظرافة. ثم عندنا le comparatif d'infériorité. le comparatif d'infériorité نتكلم هنا عن مقارنة الدونية، غنشوفوا شكون اللي أقل، غنتكلموا على اللي أقل ماشي بحال اللي شفنا اللي أكثر، شكون اللي عنده أكثر أو شنو هي الميزة اللي أكثر. إذا دو لا ميم مانيير، بنفس الطريقة le comparatif d'infériorité se forme avec moins que moins de que. إذا طبعا بنفس الطريقة أن لو كومباراتيف دانفيريوريتي، إذا كما نقول المقارن للأقلية أو للدونية، سو فورم افيك موان كو، نستعمل فيه الكلمتين موان كو، كما نقول أقل من موان دو كو. بنفس الطريقة تجي في سياق آخر، فرانسوا ا موان دو شانس كولور، فرانسوا ا موان دو شانس كولور، فرانسوا عنده أقل من الحظ من لور. إذا نستعمل كما تلاحظوا موان دو، موان دو شانس، أقل من الحظ كولور، من لور. إذا المقصود هنا بأن لور أ بلوس دو شانس كو فرانسوا، لور أ بلوس دو شانس كو فرانسوا، يعني أن لور عنده أكثر من الحظ من فرانسوا. إذا هنا تنستعملوا لو كومباراتيف دو سوبيريوريتي، ولكن في حالة لو كومباراتيف دانفيريوريتي، إذا هنا نستعمل موان دو ثم كو. طبعا في المقارنة ممكن نتحدث عن هذا أكبر من هذا، أو هذه الميزة أكبر من هذه، أو هذا أقل من هذا، أو هذه الميزة أقل من هذه، وممكن نستعمل وممكن نتحدث عن المساواة لو كومباراتيف ديغاليتي. إذا لو كومباراتيف ديغاليتي، لو كومباراتيف ديغاليتي سو فورم افيك اوسي كو بور لي ادجيكتيف اي ادفيرب. إذا طبعا نستعمل اوسي كو بالنسبة للأدجكتيف، بالنسبة للأوصاف أدفيرب، وبالنسبة للظروف. المقصود هنا بالنسبة لأوصاف الأفعال، تنوصف الفعل كيفاش يتم. عندما نقول بأن هذا الشخص ذهب بسرعة، إذا نتكلم عن الفعل بأنه تم بسرعة، تنوصف الفعل، تنوصف الفعل. il roule très vite، إذا كلمة فيت هذه أدفيرب. عندما نقارن للأدجكتيف أدفيرب، إذا طبعا نستعمل aussi que، طبعا في حالة المساواة. et autant de، ونستعمل autant de ثم que pour les noms، عند مقارنة الأسماء. نقول مثلا Lucie est aussi grande que Nicolas. إذا Lucie هي أيضا كبيرة كنيكولا. Lucie est aussi grande que Nicolas. ثم نقول Romain a autant d'amis que son frère. Romain a autant d'amis que son frère. إذن كما تلاحظوا بأننا استعملنا هنا autant de ثم que. إذن رومان عنده أيضا من الأصدقاء que son frère، كأخيه، كأخيه. إذن رومان عنده أيضا من الأصدقاء كأخيه. رومان a autant d'amis
كوسون فخيغ. طبعا علينا أن ننتبه لهاد الفرق عند مقارنة الأسماء. طبعا نستعمل أوسيكو عند مقارنة لزادجيكتيف إليزادفيرب، ثم نستعمل أوتون دو كو بالنسبة لمقارنة الأسماء. طبعا نتكلم هنا على ليزامي، لا نقارن هنا مثلا غران أو بيا غراند، لا نقارن طبعا هنا الكبار أو الصغار، بل نقارن هنا عدد الأصدقاء. لوسي إي أوسي غراند كو نيكولا. إذا هنا نقارن أدجيكتيف، ثم عندنا رومان أ أوتون دامي كو سون فخيغ. إذا هنا نقارن الأسماء، نقارن ليزامي، عدد ليزامي. ثم ننهي في هذه الفقرة مع comparatif avec proposition. Lorsque l'on compare deux propositions, عند مقارنة جملتين أو عبارتين، le comparatif se forme en deux parties. إذن هذا المقارن، كما نتكلم عن المقارنة، أن تتم على جزئين. إذن نستعمل plus plus moins moins plus moins moins plus plus il mange plus il a envie de dormir. إذن أكثر هو يأكل، أكثر هو عنده رغبة. دو دورمير لينام. كلما زاد أكله كلما زادت رغبته في النوم. plus il mange أكثر هو يأكل، plus il a envie de dormir. plus il a envie de dormir أكثر هو عنده رغبة للنوم. على عكس هذا نقول مثلا moi je dors أقل أنا أنام، plus je suis fatigué أكثر أنا تعبان. إذن هذه واضحة. إذن أقل أنا أنام، إذن كلما قل النوم بمعنى آخر plus je dors، عندنا le verbe dormir moi je dors أقل أنا أنام، plus je suis fatigué أكثر أنا تعبان. مثلا نقول moi je bois أقل أنا أشرب، moi j'ai soif أقل أنا يكون عندي عطش، moi je bois أقل أنا أشرب. طبعا هنا عندنا boire moi j'ai soif أقل أنا يكون عندي عطش. plus il parle أكثر هي تتكلم، moi je l'apprécie أقل أنا أقيمها، أنا أعطيها قيمة، أقل أنا أعطيها قيمة. plus il parle أكثر هي تتحدث، moi je l'apprécie إذن أقل أنا. طبعا هنا عندنا الفيرب apprécier يعني فعل قيمة، أنك تعطي قيمة لشيء. moi je l'apprécie كما نقول أقل أنا أعطيها قيمة. إذن كلما تحدثت كلما قلت قيمتها عندي في رأيي. ليتها سكتت مثلا. نستكمل الفقرة القادمة مع لو كومباراتيف إلو سوبرلاتيف. إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.